البكتيريا النافعه دي الجنود اللي هي بتدخل في فاللي بيقضي على البكتيريا النافعه دي طبعا منها السكر. أيوة. منها السكر المحليات الصناعيه. هي دي اكبر مشكله الحقيقه، دي مشكله كبيره. طيب يبقى ان احنا ننبه ان دي الجهاز او ده الجيش اللي بيدافع عن الجسم، احنا بندمره بالمحليات او بالسكر. نرجع نقول الجرعات. بص حضرتك بس احنا لما نقول ترجعيها للجرعه وللفتره الزمنيه جرعة. يعني زي مثلا السجاير، ما هو واحد بيدخن سيجاره في عمره كله، ولا بتدخني سيجاره لمده 30 سنه، ولا بتدخني 30 سيجاره في اليوم لمده اسبوعين. هو انت خدت كميه معينه، الكميه دي اذت حاجه معينه. نفس المبدا في كل حاجه، انت خدت الحاجات اللي هي المحليات الصناعيه دي عشان غرض معين، عايز تساعد نفسك تنزل في الوزن في فتره معينه، وبعد كده انت هتظبط نفسك بقى بالطريق السليم. طب انا استسهلت هذا الطريق، لا ده قلبت العكس، عملت لي مشاكل في القلب، زودت لي الوزن، غيرت لي. هي القصه كلها البكتيريا النافعه اللي في جسمنا دي هو ربنا خالقها لسبب معين، ده بيقلل من التهابات الجسم ككل. فانت طول انت شلتي المفعول بتاعها. الالتهابات زيادة النشاط الالتهابي في الجسم ده يعمل لي مشاكل مخ وأعصاب، يعمل لي مشاكل جهاز هضمي، يعمل لي حتى بنسميها الباول، الحركات الأمعاء نفسها وتصرفات الأمعاء. انت بوظت الدنيا خالص، انت عملت الالتهاب العالي ده هو اللي عمل لي بعد كده التهاب في الشرايين وعمل لي الجلطة. يعني كلها مربوطة ببعضها، كلها دايرة واحدة. كلها دكتور عمر، هل لو انا بعمل بسلوكيات الغذائية دي تدمير للبكتيريا النافعة في جسمي، هل في طريقة ترجع لي البكتيريا، يعني تزود لي عدد البكتيريا النافعة؟ الفكرة حضرتك ان النقطة اللي حضرتك سألتي فيها هل هو يؤثر، قد يؤثر على الصحة وبشكل عام وكلام طبعا من ده. انا بقول لك حاجات معينة الناس بتشتكي الكلام ده البحث ده كان حديث جدا، هو كان اخر السنة اللي فاتت او للسنة دي بالظبط، اخر 22 او 23، هو ده اللي فتح المجال الكبير ان كل المحليات كلهم مفيش واحد فيهم استثناء عمل مشكلة في البكتيريا النافعة اللي هي هتبقى مدخل بقى للكثير والكثير من الامراض. فهي دي الفكره كلها. إيه اصل البكتيريا النافعه برضو بتحصل معايا برضو مشكله معاها امتى؟ في بعض المضادات الحيويه. بيدمرها بالظبط كده. انا باخد مضاد حيوي مثلا علشان اعالج مثلا التهاب رئوي، بس هو بيموت بكتيريا كتير فبيقوم اخدها معاه. بيبان على الكلام على هيئه العين، على ايه؟ على مثلا على هيئه اسهال قوي مثلا ولا حاجه، بس ده عشان بيستعملها ايه 3 4 ايام. فبنتكلم بقى في واحد لايف ستايل، واحد ممكن يبقى ماشي شهر 2 3. فانا اعتقد لو احنا ممكن نلخص المشكله الرئيسيه الان في المحليات اللي هو تدمير البكتيريا النافعه، حته تدمير ايوه في طريقه لاستعادتها، يعني نوقف السلوكيات والمحليات السلوك اللي ادى الى ذلك. طب لو الناس انتبهت وخدت بالها هترجع تاني، بتبدا ترجع. يعني اللي بياخد مضادات حيويه يبطل ياخدها على الفاضيه والمليانه. سؤال بقى تاني، في ناس بياخدوا بروبايوتكس على الفاضي وعلى المليان؟ لا برضو برضو لا. يعني هما ما عندهمش اي مشكله بس يقول لك تامين وبيخسس. لا هو مش بيخسس، بس هاخده في شكل ايه برضو؟ هاخده في شكل ايه؟ هاخده في شكل زبالك؟ لا اقراص، في شكل زبادي ولا أدوية؟ لا ادويه. لا ادويه لا، اي حاجه. خلينا نتفق ان حتى الفيتامينز زي ما دكتوره ساندي قالت، الفيتامينز لو زادت بتقلب لتوكسيك سم. يعني الفيتامينز ده لازم يبقى فيه بلاد اناليسيس، انا عندي ايه ناقص اخده، ما اقعدش اخد فيتامينز كده على الفاضي وعلى المليان. ما ممكن فعلا فيتامين دي ده هرمون، لو زاد ممكن يعمل مشاكل كتيره جدا. انا بيجيلي ناس اشوف التحليل بتاعها الاقي الفيتامين دي عندها في السماء وهي بتاخد حقن 10,000. طب ليه؟ انا اعتقد ان احنا يعني الحاجات اللي احنا عايزين نعمل لها حمله وعي فعلا اللي هي الاستعمال الخاطئ للادويه. الادويه بتاع الادويه اللي هو للاسف الشديد هي تتباع في السوبر ماركت. هو الادويه والفيتامينز ننتبه ليها، نحاول ان احنا نرجع البكتيريا النافعه لجسمنا، ننتبه للمحليات كميتها والوقت اللي بناخده فيها. تمام. اي حاجه زياده في الكميه او في الوقت الطويل فدي لها مردود سيء جدا على الصحه.